لما ذهبت إلى شرق إفريقيا في كينيا وما جاورها على سبيل المثال، رأيت أن هناك آثارا للهجرات العربية مختلفة الزمان والمكان والسبب أيضا. فهناك هجرات عربية قديمة منذ دخول المسلمين إلى تلك المناطق فاتحين لها، وهناك هجرات توالت بعدها بقرون للدافع الاقتصادي، بل إنني وجدت آثارا لهجرات عربية قريبة. فخلال قراءتي في بعض تاريخ الكويت ومناطق الخليج العربي، كنت أقرأ وأسمع كثيرا من كبار السن أن أهل الخليج والكويتيين كانوا يرحلون إلى شرق إفريقيا، ومنهم من كان يقيم هناك سنين طويلة، بل منهم من تزوج وأقام وتوفي أيضا. الرحلات الكويتية إلى شرق إفريقيا ظلت مستمرة إلى فترة اكتشاف النفط، ولذلك قبل ذلك لما كان الكويتيون يذهبون إلى الهند ويذهبون إلى سواحل إفريقيا، منهم من كان يتعرض للأمراض ومنهم من كان يتعرض للموت أيضا. فإن كانت وفاته على المركب وسيطول المقام حتى يصل إلى أقرب مدينة أو جزيرة، رمي في البحر. أما إذا وصلوا إلى بعض السواحل الإفريقية أو الهندية أيضا واستقروا بها وماتوا بها، فإنهم يدفنون في ذلك المكان. أقف الآن في مالندي، إحدى مدن شرق كينيا، في مقبرة في حي يسمى حي الشيلة، قبر اشتهر عند أهل هذا الحي وأهل هذه المدينة أنه قبر رجل من أهل الكويت، الكويتيين إلى وقت قريب إلى الخمسينات كما يذكر حمد السعيدان أنه عاين بعض الكويتيين. ما اسم هذا الرجل؟ ما أصله؟ ما حسبه؟ ما نسبه؟ لا نعرف عن ذلك إلا أنه كويتي توفي هنا رحمه الله، ورحم الله موت المسلمين.